اخرتي كده ليه سعاد؟ اول ما حد يكلمني اخدت ميكروباص وجيت على طول. هو يكون حد شافك؟ لا لا، يشوفني فين، انا لفيت كذا مره، ما تقلقيش. طب واخبار اهل الحرب ايه؟ راحوا جابوا جثتها، هيفرشوا في الشارع وبكره الصبح هيدفنوها في البلد. متاكده من الكلام ده؟ اه يا مدام، شفت الواد خميس بيرص الكراسي قدام البيت، وسمعتهم بيقولوا العربيه المستشفى هتجيبها لغايه البيت عشان تخرج منه. برافو عليكي يا سعاد. مدام انا خايفه قوي، حربي مش هيسيبني. خايفه من ايه بنتي عبيطه انت؟ ما خافش ازاي بس يا مدام، ده عارف عنوان بيتي وممكن يجي يقررني في اي وقت. يقررك بايه؟ وانت تعرفي حاجه؟ لو المصحف يا مدام ما اعرف حاجه، اللي انت بتقولي عليه انا بعمله وبس والله. طب خدي دول. مدام انا مش عايزه فلوس، انا عايزه اخرج بره الحكايه دي، انا ما اعرفش حاجه وما شفتش حاجه. يا مدام انا مش عايزه اموت في تيس. طمني، الواد ده هيخلص النهارده. النهارده؟ ازاي يعني هتقتلوه؟